فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلم، وهي منزلة كما قال ابن القيم رحمه الله مصاحبة للسالك من أول مدارجه ومن أول مراتبه إلى آخره. لا يجوز أن يسلك عبد إلى ربه بغير علم. العلم شرط، شرط صحة، إن توفر صح العمل بعد وإن تخلف بطل. ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، لا يصح اعتقاد بغير علم ولا يصح عمل بغير علم. ومن هنا جعل العلم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، من المنازل الثابتة، بيد أنها منزلة قابلة للتدرج والترقي، أي ليست على حال واحدة ولا هي على مرتبة واحدة، بل العلم مراتب ودرجات. والعلم قد يكون تخصصا خاصا بالعلماء، فهذا ضرب ونوع، وقد يكون مما ينبغي لكل مسلم أن يعلمه من الدين، وهذا ضرب آخر. والذي يهمنا في مجالسنا هذه ما ينبغي على عامة الناس أن يعرفوه ويتعلموه من العلم الذي به يسلكون إلى الله عز وجل. والناس في العلم طائفتان، مفرطة ومفرطة. قوم فرطوا فأنكروا العلم وحاربوه في طريق العباد، فكانوا بذلك من الجاهلين وكانوا بذلك من الضالين، الذين قالوا من قبل تأخذون علومكم من ميت عن ميت ونأخذ علومنا عن الحي الذي لا يموت. هذه كلمة لا تصح، ولا ينبغي لعاقل من المسلمين أن يرددها على سبيل الاعتقاد بها والعمل بها. كلمة قد يستعملها إبليس ويلقيها على خاطر بعض الذين لا علم لهم فيعبدون الله بغير علم. ما ينبغي أبدا للمؤمن الكيس الفاطن أن يسلوك إلى الله بمثل هذا القول، فينتقد على أهل القرآن تعلقهم بالقرآن، وينتقد على أهل الحديث والسنة تعلقهم بالسنة، على أساس أنه هو متعلق بالله. وهذه كلمة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كلمة حق أريد بها باطل. التعلق بالله حق لكنه مشروط باتباع الكتاب والسنة، فمن خالفهما ما كان أبدا ليصل إلى الله عز وجل ولا أن يكون من الصالحين. فهؤلاء إذن فرطوا في العلم فعبدوا الله بالجهل، ومن هاهنا نشأت البدع في تاريخ الدين، فأنشئت عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، وقيل بعقائد باطلة بسبب مجافاة هؤلاء للعلم وإنكارهم لمن تتبع نصوص الكتاب ونصوص السنة. من أين إذن يؤخذ الاعتقاد إن لم يؤخذ من صريح القرآن وقطعيه؟ ومن أين يؤخذ إن لم يؤخذ من صحيح السنة النبوية؟ ومن أين بعد ذلك يؤخذ العمل من صلوات وزكوات وصيام ومندوبات وهلم جرة إن لم يؤخذ من نصوص الكتاب ومما أوثر من صحيح السنة؟ قلت من هاهنا نشأت البدع، حتى إن من البدع ما كان بدعة حقيقية في نقض العلم، ومن البدع ما كان بدعة إضافية في نقض العلم. وهذا اصطلاح لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، الرجل الرباني العارف بالله حقا، صاحب كتاب الاعتصام، الذي قسم البدع إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. وليس هذا بمعنى ما ينتقد من تقسيم البدع إلى بدع مستحسنة أو حسنة وبدع منكرة، لا، البدع كلها منكر، ليس في القبيح حسن، هذا منطق، ليس في القبيح حسن. ما يمكن أبدا أن نصنف البدعة على أنها بدعة ثم بعد ذلك نصفها بالحسن، فوصف البدع بالإضافية والحقيقية شكل آخر، وينبغي للحصيف أن يميز بينهما في معرفته
وفي دعوته إن كان من الدعاة إلى الله عز وجل، وفي علاقاته مع أهل البدع. وهذا التقسيم مقبول على أصول الكتاب والسنة. فمن البدع ما هو بدع حقيقية، أي لا أصل له في الدين، كأن يقوم شخص مثلا بشق رأسه على أنه يعبد الله بذلك، فمثل هذا ما أنزل الله به من سلطان مثلا، هذه بدعة حقيقية، أي ليس هناك أبدا منص في الكتاب ولا في السنة ولا في اجتهاد المسلمين عبر التاريخ ما يمكن أن يستأنس به في إجازة مثل هذا العمل. هذا بدعة حقيقية، بدعة إضافية، وهذا الذي هو خطير فعلا وينبغي أن ينتبه إليه. ما له أصل في الدين، أي عنده أصل فيه أصل، لكن التحريف ليس في الأصل، لا، التحريف وقع في تحقيق المناطق بتعبير علماء أصول الفقه، أي في كيفية التطبيق. مثلا كالصيام، الصيام مشروع إما على الوجوب أو على الندب، لكن قد يقع الصيام بنوع من البدع، مثلا كأن يصوم شخص ولا يستظل، يعني واحد يصوم ويتسمر في الشمس ما يدخل شيء للضوء طلبا لزيادة الأجر، هذا باطل، لا يجوز له أن يصوم ولا يستظل، يعني يشترط أو أن يشترط على نفسه في صومه أن لا يستظل، ما يدخلش للضوء، يبقى صايم ومسمر النهار كامل في الشمس، هذا عمل باطل. نقول له الصوم حق، لكن أن توقعه بهذه الطريقة بدعة، وهذه هي البدعة الإضافية مشي حقيقية، فرق كبير بين تلك وهذه. الأول الذي شق رأسه هذا مجنون، أما هذا فهو عابد لكن بجهل، بدعة إضافية، أو أن يصوم بشرط أن لا يكلم أحدا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يقال له هذا شرع من قبلنا وهو منسوخ، لأن شرع من قبلنا، نعم شرع لنا ما لم يرد ناسخ، والناسخ وارد وهو تشريع رمضان بالمواصفات المعروفة، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ولا يكلم أحدا، بل كان يكلم الناس ويخطب الناس. فإذن البدع الإضافية في الدين هو ما له أصل في الدين، يعني عنده واحد الأصل، عنده مستند، لكن هو من ما بغي يطبقه عوجه. أمثال هؤلاء يقال لهم مفرطون في العلم، فرط في العلم، ما خدم شيء بالعلم، فصار إلى البدع الحقيقية حينا وإلى البدع الإضافية حينا آخر، كالذين ينقطعون عن الأكل والشرب 40 يوما مثلا، هذا ما ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام الوصال، وهو أن يصوم الإنسان النهار ويضيف إليه الليل، يصوم الإنسان واحد اليوم ديال النافلة مثلا، تجي المغرب خصو يفطر، ما كيفطرش، كيقول مازال قد نصوم ويجبد حتى العشاء، ومن العشاء حتى السحور الآخر، ومن السحور الآخر حتى المغرب الجاي، وقد يضيف. هذا صيام كان خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فنهى الصحابة عنه وقال فيه إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، فنهى الصحابة عن ذلك. والذي ينبغي أن يقع لدى الإنسان أن طلب المشقة في العبادة ممنوع، ما تقلبش على العبادة المتعبة ظنا منك أنها فيها أجر زائد، لا، طلب المشقة أو خصوص طلب المشقة في العبادة ممنوع، لأن الدين يسر. نعم، إذا جرت المشقة مع العبادة المفروضة فهذا شيء محمود الصبر عليه، يعني واحد المشقة معتادة أي يمكن تحمله، جات في الطريق أنت ما قلبتش عليها، فهذا أمر محمود تؤجر عليه، كما يؤجر المؤمن على الجهاد في سبيل الله، يؤجر على حتى الشوكة يشاكها، غادي الإنسان الجهاد في سبيل الله ضربته غير شوكة فهو مأجور على المشقة التي حصلت له. إصباغ الوضوء في المكاره أو على المكاره، أيام البرد والليالي واشتقى سياق وما لقيت باش تدفي الماء وصبرت وتوضيت بالماء بارد، مأجور على هذا، لأن الوضوء واجب عليك، وما دمت تتحمل الماء البارد فعليك أن تتوضأ به، وأنت مأجور على المشقة اللاحقة بذلك الفعل.
أما أن تتخير المشقة وبين يديك الفعل السهل فلا يجوز أن تختار بين الأمرين أعسرهما، وإنما رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما. إذن بعض الأحيان الفهمات ديال بنادم العوجة كتخرجوا من السنة وترميه في البدعة بلا ما يسق الخبر، ظنا منه أنه قد صار إلى العبادة الحقة. لا يطلب الدين إلا به. طائفة ثانية على خلاف هذه الطائفة التي فرطت، طائفة ثانية أفرطت، والإفراط كتفرط، كلاهما يقود إلى البدعة أيضا. الإفراط في العلم ليس معناه أن الإنسان يكثر من العلم، لا أبدا، وإنما المقصود ها هنا بالإفراط إلزام الناس ما لا يلزمهم العلم. هناك علم ضروري ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، لا يجوز لمسلم أن يجهله، ما لا يسع المسلم جهله، يعني كيف توضى وكيف تصلي خصك، واجب عليك تعرف سورة الفاتحة، واجب عليك تحفظها، آيات وصور قلت أو كثرت مما يساعدك على الصلوات الخمس واجب عليك تحفظهم، واجب وجوب عينيا ما دمت مسلما. لكن أن تكلف الناس زيادة علم على سبيل التأمين فهذا إفراط، تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق مرفوع في الشريعة. وما كان الصحابة رضوان الله عليهم علماء أجمعين أو على مستوى واحد من العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف معاذا بن جبل وقال فيه وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، يعني كان أعلم الصحابة وأفقههم بالحلال والحرام، مما يدل على أن آخرين ما كانوا على ذلك المستوى. وقد أثر عن أبي بردة كما ورد في بعض كتب الأصول في كتاب الموافقات للشاطبي أنه أكل البرد في نهار رمضان، تبروري، شاف التبروري طايح بشكله، قال ما هو بطعام ولا شرب وإنما رزق أنزله الله من السماء، ما عرف. فليس كل الناس لا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بعده كانوا سواء في العلم. وكانت الأنصار في بداية الأمر لا تغتسل من التقاء الختانين حتى استفاض الخبر على وجوب الاغتسال من لقاء الختانين، مما يدل على أن الصحابة كما أكدت لم يكونوا على مستوى واحد من العلم، وما كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أجمعين بأن يكونوا علماء أجمعين، مستحيل، تكليف ما لا يطاق. ولذلك قلت في بداية الأمر العلم درجتان، معلوم من الدين بالضرورة هذا واجب على الجميع، وعلم تخصص هو لأهله، الناس اللي متفرغ له عندهم القدرة ديالو عندهم العقل ديالو وعندهم الشروط الاجتماعية والمادية والنفسية ديالو، وذلك يؤتيه الله عز وجل من يشاء. إذن العلم منزلة، إنما معنى المنزلة هنا منزلة إيمانية، منزلة إيمانية، ومنازل الإيمان متاحة لجميع المسلمين. إذا كان ذلك كذلك فمعناه أن تحصيل منزلة العلم ليست من الدرجة الثانية، ماشي من الدرجة ديال التخصص، لو كانت كذلك ما كانت منزلة. ومعروف أن منازل الإيمان هي لجميع المسلمين، اللي اجتهد على شي منزلة رب يعطيها له، فمنزلة العلم إذن هي علم بالله عز وجل. صحيح أن العلم بالله بابه العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس على الإطلاق، ماشي على كل شيء النصوص تحفظها باش تكون عالم بالله، لا ليس هذا. يطلب منك في العلم ديال النصوص المعلوم من الدين بالضرورة، وبعد ذلك يطلب منك تدبر ما تعلمت من كتاب الله وتدبر ما تعلمت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقد قرأت الآية قراءات ثلاث، بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب، أي تتعلمون، حذفت التاء للتخفيف، تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون الكتاب، يعني
وقد أشرنا إلى مثل هذا المعنى من قبل. مدارسة الكتاب وتعلم الكتاب لا يقتصر ذلك على تعلم رسومه، وإنما المطلوب تعلم حقائقه، ماشي تعلم الكتاب أو تعليم الكتاب ليعطي صفة الربانية. وقد ورد عن ابن عباس الرباني من يعلم صغار العلم قبل كباره، من يبدأ بصغار أو من يربي بصغار العلم قبل كباره، تقريبا هذه العبارة، الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره، يربي بصغار العلم قبل كباره، عبارة عجيبة وقد وردت في ترجمة البخاري الآنفة الذكر في صحيح البخاري. يعني التربية، واحد الطفل صغير بغي يتعلمه يطلع في الدروج، يطلع في الدروج، الدروج نفرضوا فيهم سبعة ديال الدرجات على سبيل الفرض، سبعة، إذا قلت له طلع هاد السبعة يعجز نفسيا، تجيه سبعة بزاف ما مولفش يطلع هو في الدروج. اش كدير له؟ كتقول له طلع هاد الدرجة، ما كتقول له شيء السبعة غير الأولى، تأمره بالأولى طلع هاد الدرجة، هذيك الساعة هذيك سبعة الدروج كلها ما عندوش في البال، عنده غير درجة واحدة، كيمكن يجتهد ويبذل مجهود ويتمحن معاها حتى يطلع ليها، لما يطلع ويستقر على ديك الدرجة الأولى هذيك الساعة كتقول له هو طلع هاد الدرجة الثانية، يعني عاود بعد ذلك يبذل جهدا وهكذا حتى يستقر على الدرجة الثانية ويستريح يتمكن منها يرتاح، هذه رتبة، ثم بعد ذلك تأمره بالثالثة وهكذا حتى يجد نفسه وقد صعد جميع الدرجات. من يربي بصغار العلم قبل كباره، أما إلا جتنيش نزلت عليه بسبعة درجات أمره ما يتقعد من تحت الدرجة الأولى. وتلك سنة الله في النسخ في القرآن الكريم، آيات الخمر هي أقرب إلينا، الله عز وجل كان عليما بأن الخمر حرام منذ الآيات الأولى من نزول القرآن الكريم، ولكن ما حرمها حتى المرحلة المدنية، يعني 13 سنة والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والخمر ما حرمش عليهم، بل وزمانون من المرحلة المدنية ومرحلة من المراحل المدنية والخمر ما زال ما حرمش، وقد شربها بعض كبار الصحابة كحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام شهيد أحد، معروفة القصة ديالو، وردت في التفاسير أنه دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه علي بن أبي طالب فوجداه سميلا، يعني شرب الخمر لواحد الدرجة ما يعرف راسه من رجليه، فقال لهما إن أنتما إلا عبيد لأبي. النبي صلى الله عليه وسلم شاف فيه معه ما يتكلم العقل ما كيف، ما زاد معه حتى هدرة، قلبه مشى وخلاه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أثر الخمر في الصحابة واقتتالهم في بعض الأحيان بسببها، وكان يدعو ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. قصص غريبة وردت في ذلك، الشاهد عندنا أن الله أرجع تحريم الخمر، عجيب ما بداش بها، لما يربي بصغار العلم قبل كباره، هادك ولكن كونوا ربانيين، الربانية منزلة إيمانية، واحد المستوى ديال الإيمان عالي كيجيب التربية بالوحيدة بالوحيدة. الله كان يعلم أن العرب كانت أمة خمرين، العرب كانوا أهل الخمر وغناء، احتجهم الإسلام وحينما يضعف فيهم الدين يرجعون إلى أصلهم كما هم الآن أمة غناء وخمر مع الأسف. هاد الخمر كانت منغرزة في الدم العربي، صعيب عليهم يتركوا الخمر، فكان الإنسان آنئذ يشربها في فرحه ويشربها في ترحه، يشربونها في الانتصار ويشربونها في الانهزام، في المآتم وفي الأعراس، وتجي في لحظة واحدة وتقول لهم الخمر حرام حتى واحد ما يسلم. طيب كاين اللي يقول يورب حر عليهم، لا، الله غفور رحيم رحمن رحيم، ما بغيش يدخلهم الجهنم إلا من أبى، غير اللي بزز بغى يدخل الجهنم بخاطره وبالرغبة ديالو، الله تعالى دار لهم الأسباب باش ما يدخلوش النار، فهيأ لهم أسباب التوبة من الخمر، وبدأ يضيق عليهم، وهم المسلمون الذين أسلموا كيضيق عليهم اللحظات ديال الخمر. الآية التي وردت في سورة البقرة وليس فيها تحريم الخمر،
يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ولم يرد نص التحريم، توجيه الآية فيها توجيه، كي يقول لك الخمر هاش فيها راه ما تصلح شيء وكذا، وما قال لهمش ما تشربوهاش، لأنه في ذيك اللحظة ما عندهمش القدرة باش يتركوها. معروف أن الخمر يعني تؤثر على الأعصاب ديال الإنسان والدم ديال الإنسان، كيجي واحد الصعوبة باش يتركها. فالله عز وجل كان كيداويهم، يعالجهم من الخمر، يربيهم بصغار العلم قبل كباره. ثم ورد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن قابل لهم أنهم يشربوا الخمر غير ماشي في وقت الصلاة، لم يقول ذلك بصريح العبارة، ولكن مفهوم من الدلالة المخالفة للخطاب، مفهوم المخالف، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إلى شربها من بعد الفجر ما يضمنش راسو يفيق الظهر، شربها من بعد الظهر ما يضمنش راسو يفيق العصر، شربها من بعد العصر ما يضمنش راسو المغرب، من المغرب ما يضمنش العشاء، العشاء عنده الليل طويل. فكان بعضهم يشربها بعد صلاة العشاء، ولكن اللي سكران راه سكران كيمكن يبقى يشرب حتى الصباح. وهذا الذي حصل لبعضهم، فاقتتلوا في صلاة الصبح، الصباح صباح بعضهم سكران في الجامع فكادوا يقتتلون. فنزل قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والانصاب والزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، النهي والنهي للتحريم لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان الآية تربية، ربي عز وجل كيربي العباد ديالو بشوية بشوية بشوية، نطلعهم بالدرجة بالدرجة بالدرجة، يكون قال لهم من البداية لا إله إلا الله محمد رسول الله الخمر حرام، 1% اللي يسلموا. وقد ورد في كتب الأدب قصة عجيبة عن الشاعر الأعشى المشهور، شاعر عربي صاحب المعلقة الجاهلية، ساق الخبر للإسلام بأنه الإسلام بدأ ينتشر جاي، فاعترضه أبو سفيان ولم يكن قد أسلم بعده، أبو سفيان مازال ما أسلمش ديك المرحلة. فقيل له إلى أين تقصد يا أبا بصير؟ قال أقصد صاحبكم هذا لأجلي. فقال له إنه يحرم عليك الزنا. قال أما وإني شيخ كبير لا حاجة لي به. قيل له إنه سيحرم عليك الخمر، قال أما هذه فأول، إن لي قدحا سأرجع إليه. هذه جاءت صعبة، وأعطته العرب أنا إذن القبيلة ديال قريش، أعطاه 100 ناقة ورجع بدون إسلام، فوقصته إحداها في الطريق ومات هلك مع الأسف بدون إسلام. فكانت الخمر إذن ماشي من السهولة أنه يتركها العرب، فكان يربيهم الله عز وجل بصغار العلم قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب أو تعلمون الكتاب، تتعلمون الكتاب أو تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون، دراسة المعارف القرآنية، دراسة الحقائق القرآنية ليست معرفة الحلال والحرام وحسب، بل معرفة كيفية اكتساب القدرة على ترك الحرام والقدرة على فعل الواجبات والمندوبات. فالتفسير ليس كافيا لذلك إذن، بل لا بد من مدارسة، لا بد من ربانية، من تحصيل الربانية. إنسان يشوف هالخمر حرام، تعلم كيفاش تخاف منها، تخاف من الحرام، الزنا حرام، علم نفسك، اكتسب صفة العفة من آية تحريم الزنا. القذف حرام، تعاير الناس بالزنا، تعلم كيف تحصن لسانك من القول بغير علم عن الناس. وهكذا كتكتسب الصفات القرآنية، تكتسب من القرآن صفات كان خلقه القرآن يهدي. إنما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن. فالربانية المطلوبة هي التخلق بأخلاق القرآن، أخلاق القرآن، ماشي غير تقرأها صباح وعشية، ما كفيش، تعلم كيف تكتسب تلك الصفات. ولكن كونوا ربانيين، لهم صفات، صفات الربانية العالية الرفيعة، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي الكتاب، تحقيق الحقائق القرآنية في النفس، حلك تقبط الحقائق القرآنية وتطبعها على قلبك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. منزلة العلم إذن ليست منزلة الحفظ، حافظ بنادم النصوص بزاف وعارف بزاف ديال الأحكام ويحصلك في التحصيلات، ليست هذه هي منزلة العلم. منزلة العلم أخلاق، أخلاق علمية، أخلاق، خلق، خلق قرآني وخلق نبوي.
هذا ما يتعلق بالقرآن وبالسنة مثله أيضا. مشكل كبير يقع اليوم في هذا الزمان في التعاطي لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بزاف ديال المؤمنين يتعاملوا مع كتب السنة وهو شيء حسن، لكن لا يتخلقون بأخلاق السنة. ماشي كل شيء طبعا، ولكن أقول بعض أو كثير في بعض الأحيان. كيف ذلك؟ السنة شنو هي السنة؟ ما السنة؟ السنة ليست النصوص، وإنما السنة ما يترتب عن النصوص. السنة مقتضيات تلك النصوص. أش كتعطينا النصوص الحديثية حينما عرفوا السنة وقالوا هي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره. فالمقصود بعد ذلك من كل ذلك التخلق بأخلاق هذه المراتب السنية، ما يسمى بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام. علم الشمائل، أهل السنة تكلموا في علوم السنة، فتحدثوا عن فقه السنة، أحاديث الأحكام، وتحدثوا عن علم الرجال اللي كتعلق بأسانيد اللي رواه الأحاديث، وتحدثوا عن علم المصطلح الصحيح والضعيف والحسن إلى آخره، وعن علم الجرح والتعديل، وعلم الطبقات، علوم كثيرة في السنة. السنة رواية ودراية، ولكن أيضا تحدثوا عن علم الشمائل، وهذا كان غفل عليه، وهو العلم الجامع للسنة. الشمائل، الشمائل هي الصفات ديال النبي صلى الله عليه وسلم، الصفات دياله الخلقية والخلقية، وإنما قصد التصنيف في الشمائل من أجل التحلي بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، باش يتعلم الإنسان من سيد النبي كيفاش يتعلم منه، كيفاش كان مع رب اللي خلقه، علاقته بربه، علاقته بنفسه، علاقته بأسرته، علاقته بأصحابه، علاقته بالناس أجمعين، كيفاش كان كيتعامل هذه المعاملات كلها. تلك هي السنة. السنة هي في العربية هي الطريق اللي داز منها شي واحد وسكها. لما تمشي مثلا لشي صحراء طريق قادة غير الرمل والخلاوات، وما تعرف الشرق من الغرب، كالدوخ تلف، ما كاينش معالم وشي حجر ولا شي علامات اللي تبين لك منين تدوز. اش كدير ديك الساعة؟ كتشوف شي مريرة تدوز عليها، يعني شي آثر ديال شي طريق دازوا فيها الناس. هذه كتسمى في اللغة سنة، دازوا فيها الرجلين والبهائم مستؤدري، حتى خلوا الآثر ولات واحد المريرة، واحد الطريقة، هذيك سنة. فالإسلام واسع وعريض، تمشي له هكا براسك ما تعرف منين تدخل فيه، كيخصك واحد يوريك منين تدوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا السنة، يعني ورانا ديك الطريقة اللي توصل منها إلى من تصل بها وعبرها إلى ربك. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وشحال من واحد مشى بلا سنة وخرج خارج الإسلام، خرج ليه؟ أو قتلته البدع وأهلكته، من بدعة إضافية إلى حقيقية إلى إلحاد في بعض الأحيان، والقول بغرائب وعجائب مما لم ينزل الله به سلطان، سبب البعد عن السنة. إنما قلنا السنة ماشي هي النصوص، احفظ النصوص، احفظ النصوص وسطر الأحكام الشرعية، أبدا. السنة تخلق بتلك النصوص، هذا متبع للسنة. حينما يكون الإنسان متخلقا فيه شيء من عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيه شيء من بر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيه شيء من حلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيه شيء من الرغبة الشديدة في التمسك بكتاب الله وشكر الله على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفلا أكون عبدا شكورا، هذا سني ومتمسك بالسنة ومتبع لها. أما الحافظ للنصوص هكذا ويلقي بها كاللقى كيلو حفش مجد، فهذا ينقصه العلم بالسنة. حافظ بزاف ديال الأحاديث، ينقصه العلم بالسنة وليس هو على السنة. منزلة العلم منزلة الربانية. لما تشوف الإنسان له علم بالكتاب أو السنة ولكن لا ربانية فيه، هذاك ما قبضش الطريق الحقيقي ديال العلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، أو تعلمون الكتاب، أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما يمكنش ربي عز وجل يغلط سبحانه وتعالى،
نشحن واحد كيقول كي واحنا كنلقاو عالم وظالم. لا ما عالم والو، عالم بظاهر الكتاب والسنة وليس عالما بحقائق الكتاب والسنة بمقاصد الكتاب والسنة. ذاك هو العالم بالله أو العارف بالله، الذي على علم لكن سلك به إلى الله عز وجل، ذا العلم. وقل ربي زدني علما، زيادة العلم تزيد الإيمان، والعلم الذي لا يزيد صاحبه إيمانا ليس بعلم في التعريف الرباني للعلم. وقعد العلماء قاعدة، من هنا طلعوا العلماء واحد قاعدة عجيبة، قالوا فيها كل علم ليس تحته عمل فهو باطل. هذا في علوم الشريعة، أي علم في الشرع ما كيعطيك دم من الإيمان العمل، راه ذاك العلم باطل ما عندك ما تدير به. وهذا منهج قرآني ونبوي. لما سألوا الناس النبي صلى الله عليه وسلم على الروح شا يديروا بها؟ علم لا ينفع. علاش؟ لأنه مستحيل التحصيل والإحاطة والإدراك، غير ممكن العقل البشري يوصل له. إذن هذا ما ينبغي للإنسان أن يسأل عنه. فما أجاب الله عز وجل عنه، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أسد عليه الباب. يضيع عمره كامل هو يبحث في ذاك المجال ما يوصل له والو، ويبقى بلا عمل وبلا إيمان. يسألونك عن الساعة أيان مرساه فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهاه. ما يمكنش نهائيا الإنسان يعمل في طريق الإيمان وهو يبحث عن الساعة، لكن يستفيد من أماراتها، كما في حديث جبريل لما سألوا عن الساعة قالوا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وياك نقد في الجليبيه. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان إلى آخر الحديث. أعطاها الأمارة، وهذه الأمارات مشجعات على العمل. الإنسان اللي يشوف الدنيا كتقلب وكتبدل، عليك بالمساجد وبالذكر، هذه كراه إنذارات، نذر، نذر من الله أن قد اقترب موعدها. فالمؤمن الكيس الفاطن من يرى أن الحقائق التي تقع إنما هو الرب عز وجل يتصرف في ملكه. عندما يسحب لك راشي دولة كدير قرار ولا شي حكومة دارت قرار، الله عز وجل يقدر مقاديره في الكون ويتصرف فيه، ويهيئ له أسباب الحق وأسباب الباطل على أيدي عباده فتنة وابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المؤمن إذن من يرى الوجود على أنه خيوط، خيوط كله، حركاته، سكناته، أحياؤه، نباته، جماداته، خيوط كلها تنتهي إلى يد الرحمن رب الكون سبحانه وتعالى. إذن العلم المفيد هو الذي يسلك بك إلى الله عز وجل وتكتسب به الربانية، الانتساب إلى الرب سبحانه وتعالى، يعني عبد الله مرتبة عليا من مراتب العبادة، الربانية. من يربي بصغار العلم قبل كبار، كل وحدة يكتسب الخلق ديالها عاد كيزيد الأخرى، يكتسب خلق الصغيرة كيحصل القدرة يطلع درجة. هذا سلوك، هذه قدرة، مهارات، مهارات وقدرات. الطفل الصغير اللي مثلنا به ما كانش عنده المعرفة ديال يطلع درجة، اكتسبها. فحينما اكتسبها بعد ذلك صار يتعلم اكتساب الدرجة الثانية، يتعلم كيفاش يطلع الدرجة الثانية، ولا يمكن أن يفكر في الدرجة الثالثة حتى يحصل معرفة صعود الدرجة الثانية. يربي بصغار العلم قبل كباره، كما هو منهج النسخ في القرآن، تربية. العلم إذن الذي نتحدث عنه علم الإيمان هو الذي يملأ القلب والوجدان بحب الله عز وجل ويعلقه بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد ويملأه بحب الله عز وجل وبالرغبة في الدار الآخرة، الرغبة في الدار الآخرة، وهذه درجة أخرى من العلم، العلم الرباني الذي يعطي هذه المنزلة، منزلة الإيمان الرباني، علم الآخرة، كما في الحديث الصحيح الذي قرأناه مرة سابقة في وصف الجعذري الجواظ، إنسان خبيث اللي الصوت دياله يعمر الدنيا بالآثام، أخلاق دياله خاشنة. قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام
بالدنيا جاهل بالآخرة. إذن الآخرة علم، عالم بالدنيا كيعرف أمور الدنيا، يحسب مزيان ما تديرهاش به ويديرها بك، هذا عالم بالدنيا. جاهل بالآخرة لأن عنده الرغبة يديرها بك، غشاش يحسب غير الدنيا ديرو ما يحسبش الآخرة. فهناك العالم بالآخرة وهناك الجاهل بالآخرة. ونعود نرجعوا للكلام اللي بدينا به، قد يكون الإنسان عالما بمعنى حافظا لكثير من النصوص وكثير من الفقه، بزاف ديال الخبارات ديال الفقه وديال الدين في راسه، ولكن جاهل بالآخرة. ممكن هو موجود. فإذا ما العلم الذي يقود إلى الآخرة؟ هو علم الربانية الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فعلم الآخرة إذن هو غاية العلم. أي شيء الإنسان بغى يتعلمه الإنسان يسول ما حظه من الآخرة، هاد الصنعة، هاد الحرفة، هاد العلم، هاد الخطوة، هاد الشغل، هاد الفايدة اللي بغي ندير، هاد التصرف اللي بغي نديره، ما موقعه من الآخرة، فين موضعه في الآخرة؟ طبعا لا يعرف هذا إلا بعلم الكتاب، إلا بمعرفة الحلال والحرام. ومعرفة الحلال والحرام عندها حقائق، حقائقها هي هذه كتسول على موضعها في الآخرة. والمؤمن هو الذي يحمل هم الآخرة، ومن جعل همه هما واحدا أي هم الآخرة كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. وهذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. ماشي معنت أنه ما يخدم ما يردم يبقى غير مجبد في العبادة، لا لا مش هذا المعنى، إنما معناه أن الإنسان لا يتصرف تصرفا دنيويا إلا على وزان الآخرة وقواعد اليوم الآخر. على هذا الوزان إذن وعلى هذا المعنى قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما أداة حصر، بمعنى أن اللي كيخافوا الله حقيقة من الناس هم العلماء. وبعض الناس يستشكلوا هذا، يستشكلوه زعما كيجيهم ما راكب شيء، يقولوا هما عرام ديال العلماء ولكن ما شفناش فيهم خوف الله. العلماء هنا هم العلماء بالله، بحقائق الدين لا برسومه وإشباعه. علماء بالله، علماء بالآخرة. لما الكفار أنكروا ما أنكروا واستهزأوا بالرسل وفعلوا ما فعلوا وتبعهم المنافقون في ذلك، قال لهم الله عز وجل: ذلك مبلغهم من العلم. واش دابا كفار هاد الزمان ماشي علماء؟ علماء كثير منهم علماء، ولكن ليسوا علماء بالله، ولا هم علماء باليوم الآخر. كثير منهم علماء بيولوجيون وجيولوجيون، ولكن ما قادهم ذلك إلى الله عز وجل، بل ضلوا به ضلالا بعيدا. فلا ينطبق عليهم قول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم ليسوا بعلماء بالاصطلاح ديال الآية. فهذا خاص بالعلماء بالله، من امتطوا صهوة العلم سيرا إلى الله عز وجل. وممكن الإنسان يكون من العلماء بهذا المعنى اللي في هذه الآية، بآية واحدة، بلغوا عني ولو آية، بآية واحدة عندك آية من كتاب الله، يمكن أن تكون من العلماء الذين يخشون الله بتلك الآية. مرارا قالوا الصحابة على صور وعلى آيات قلال: لو عمل الناس بهذه الآية أو بهذه الصورة لكفتهم، كفتهم في العلم بالله، كما قالوا في سورة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قالوا لو عمل الناس بهذه الآية غير بوحدة، يخدموا غير بهذه الصورة، تكفيهم آية واحدة تخدم بها عمرك، توصلك إلى الخشية. تدبر ولو آية، تدبر القرآن آية ما استطعت. إنما يخشى الله من عباده العلماء بالله، الذين علموا ما علموا، ما كاينش العالم الكامل، ما كاينش، لا وجود له، كل عالم إلا وهو ناقص في شيء. فكمال العلم إنما هو لله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم أي أنتم جميعا بني آدم. فإذا يسير العلم، يسير العلم يبلغك مبلغك إن كنت من العاملين، إن كنت من المتربين بصغار العلم قبل كباره.
تفوز بإذن الله عز وجل. وإلا ولو حفظت ما حفظت فسيقال لك ذلك مبلغهم من العلم، حتى أنت ولو كنت من الحفاظ، لكن حفاظ بغير عمل أو بغير تدبر ما تحفظ ذلك مبلغهم من العلم. أما العلم الراقي العالي الذي يبلغ الرب عز وجل فإنما هو ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، مما يفيد في التخلق بأخلاق القرآن الكريم، كان خلقه القرآن، ويفيد في اكتساب صفات النبوة من الشمائل المحمدية. فاللهم اجعلنا من المتقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم خلقنا بخلق القرآن، اللهم ارزقنا أخلاق النبوة، اللهم ارزقنا أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا على أثره، اللهم اجعلنا على أثره، اللهم لا تزغ طريقنا عنه يا ربنا يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم ربنا أعطي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهد قلوبنا إليك وخذ بنواصينا إليك، اللهم اهد قلوبنا إليك وخذ بنواصينا إليك، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.